مزيد فريح مع انطلاق صافرة البداية. سلطان غنيم، هذا هو نوح الموسى، دائما ما تخرج الكرة السليمة من قدمه، تمريرة الوسلاتي على الطرف الأيمن، حمدان لعب الكرة خطيرة قدام الجول، قدام الجول خطيرة وصلت إلى مزيد فريح، خطيرة للنموذجي، بدأ مبكر حتى الآن النموذجي في الرد يا فتح الجبال. أبدا المباراة لن تكون سهلة أطلاقا، لا على الباطن ولا على الفتح. بدأها كرة تمريرة جميلة من حمدان وعدت من أمام مزيد فريح إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس طويلة داخل منطقة الجزاء، ويليام ألفس خلصها، عادت تهيأت بالصدر إلى خارج الملعب من نوح الموسى إلى خارج أرضية الملعب. الفتح بعد ما لعب 22 مباراة فاز في 4 مباريات. شوف الكرة الأخيرة، تمريرة حمدان، علي الزقعان مررها وجدت المدافع سلطان غنيمان اللي تركها إلى حارس مرمى، يعني هو تردد فيها الكرة، ما كانت متعمدة الكرة. رد جميلة جدا، محاولة انطلاقة للباطن، انطلاقة للباطن، تسديدة جميل 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 ما يفعل الباطن، تمريرة جميلة جدا لعبها عبد الله الجوعي اللي قلنا هو يكمل المثلث يا خالد القروني. لعب كرة جميلة، يأتي من الخلف، شوف النقلات، هذا شغل مدربين اللي قاعد يصير الباطن الآن في الدقائق الأولى. إمكانياتهم جيدة على فكرة في الباطن، تقدم، محاولة تسديدة ضعيفة من الزقعان إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا فتح الجبال 144 مباراة في الدوري مع الفتح، وكذلك مع نجران والشباب يكون المجموع 169. جي سيلفا وسجل الجول الأول، هذه كرة منقولة فتحوية، هذا الجواب السريع والشافي، النموذجي لا يريد أن يتأخر وهو يلعب في شهره الخاص في شهر إبريل، إنها حقيقة إبريل يا نموذجي. سجل جول التعادل وسجل جول سريع، هكذا التحية ترد بتحية بأفضل منها، سجل بالرأس، سجل التونسي، سجل النموذجي يا خالد القروني، ويا فرحة ما تمت للباطن، يا فرحة ما تمت للسماوي، عاد النموذجي وضعها بالرأس، وكانت صعبة على الحراس، صعبة على الحراس، وضعها التونسي بتوصيات التونسي فتح الجبال، وضعها جميلة على الزاوية البعيدة، صعبة على مزيد فريح. 1-1 نقول أن المباراة بدأت بعد نصف ساعة يا كرام، بعد نصف ساعة. هذه تحية الوسلاتي، يقول هذا البرازيلي يا دوبك ما فرحنا، لو تأخر الأمر وانتهى الشوط راح تكون صعبة جدا على الحالة. عدت إلى ركلة مرمى بالرأس، علي البليهي تقدم ولعب الكرة بالرأس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. حسابات المدربين تختلف عن كل من يشاهد هذه المباراة، لديهم حسابات، نرى شيء. حمدان راح يلعبها قريبة بنفس الطريقة، ما راح يعرض، شايفين الكرة، مرة الوسلاتي بمهارة الوسلاتي عرضها قوية، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب، كان بالانتظار الزقعان، لكن شايفين الكلام اللي قاعد أقوله واللي قاعد يطلب المدربين، ترى هذا هو طلب المدربين في الجول اللي سجل الباطن في طريقة الوصول إلى المرمى للنموذجي، هذه توصيات مدربين. التعادل سيبقي النموذجي على النقطة، على النقطة، على المحاولة، رايا وتسلل، رايا وتسلل. بدأ الفتح سريعا، بداية قوية في الشوط الثاني يا فتح الجبال. شوف هذا الكرة وانطلاق توفيق بوحيمد والحكم المساعد الثاني. ساندرو يلعب الكرة عالية خطيرة، خطيرة للنموذجي، لكن مرت من البليهي. الكرات المقوسة التي اللعب بهذه الطريقة تكون خطيرة على المرمى، وسط تفاعل جماهير النموذج، ما فيها تسلل، لكن كيف مرت، كيف عدت من البليهي.
من أمام الفوز الوحيد كان على القادسية في المباراة الماضية 2-1 بمحاولة خطيرة. عبد الله الجوعي خطيرة أمام الجول خطيرة. الله فعل كل شيء، لكن هذه المرة البرازيلي ظهر وقال كلمته. كل الكلمات بالبرازيلي اليوم. جاديسون سجل الجول الأول ويسجل الجول الثاني. جورجي سجل ثم يأتي جوناثان ويسجل الجول الثاني. يسجل الجول الثاني، هدف ثاني للباطن، كورة جميلة وسجل من خلالها اللاعب الذي يظهر أمامكم جوناثان. شوف من أمامه بنفس الطريقة، مرت من العمار، حاول يمررها، مر من الأول، سدد وفي الزاوية. هذا هو جوناثان، هذا هو البرازيلي، مر من العمار وقوية على يسار حارس المرمى، أعلن من خلالها للسماوي هدف ثاني، والسماوي كلام ثاني للسماوي. مانويل لعب كرة عرضية عالية سليم إن شاء الله. مزيد فريح تدخل على حارس المرمى، مزيد فريح كان تدخل قوي مع الارتقاء اللي كان فيه مزيد فريح. شوف هذه الكرة اصطدم معاه. كان في خطأ على لمجد مشهودي. شوف هذا التدخل جميل، محاولة من علي، حاول يمر الزقعان، تقدم، حول الكرة، اصطدت لم ركلة جزاء احتسبها بافل كرالوفيتش. نعم ركلة جزاء، وتنفس الصعداء، تنفس النموذجي وفتح الجبال مع احتساب الحكم المساعد الثاني بركلة جزاء لإشارته للحكم بافل. هذا هو علي الزقعان، سدد الكرة واصطدت في يد معن خبري، وركلة جزاء اعتبرها أن حكم المباراة خارج عن إطار الجسد، وبالتالي احتسب ركلة جزاء. راح يلعبها عبد القادر الوسلاتي اللي سجل الجول الأول. ركلة جزاء أمام مزيد فرح الوسلاتي، جول قوية لعبها في الزاوية البعيدة، سجل الجول الثاني للنموذجي. عاد الفتح للمباراة من جديد، وعادت صرخات الجماهير الفتحاوية. 2-2، تعود المباراة إلى نقطة التعادل. الوسلاتي سجل الجول الثاني، لعبها قوية جدا وسجل من خلالها الجول الثاني، وضع كل خبرته الدولية ولعبها قوية في سقف المرمى على يسار مزيد فريح. صعب جدا الوصول إلى هذه الكرة وقوتها وتركيزها العالي. يسجل عبد القادر الوسلاتي الجول الثاني. التونسي يسجل، وإليكم فرحة فتحي الجبال. كورتا لعبها علي بالخلف، نوح الموسى تقدم، مر من الأول، مرها سريعة ملعوبة، اللعبة مرة ثانية أمام الجول خطيرة للنموذجي، مرت سريعة، تقدم نوح الموسى وعدت أخطر الكرات للنموذجي، عدت خطيرة إلى خارج أرضية الملعب. شوف مرة ثانية تقدم نوح الموسى، أخذ الكرة. إحنا نلعب الآن في دقائق ثلاث أخيرة، التركيز، هكذا يقول. كرة ملعوبة تحولت بالرأس، ردت مرة ثانية لفتح السيد. المهم أبناء النخيل لا يعرفون المستحيل، لا يعرفون المستحيل. تأخروا ثم عادوا في المباراة. مباراة جميلة في الدقائق الأخيرة، سجل من خلالها توفيق بوحامد على الطاير وضعها في
90 وضعها وصعبة على مزيد فرح. يا لفرحة النموذجي على جول عالمي، على جول عالمي 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 بكل ما تحمله. راحت